أظهرت الصور التي نشرتها قناة بي اف ام التابعة للسي ان ان ماكرون وهو يمشي إلى جانب حاجز معدني ويصافح سكان قرية تان في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا. جذب رجل يد ماكرون ووجه صفعة للرئيس على خده الأيسر وهو يصرخ بإنهاء فترة ماكرون الرئاسية المنتهية. تدخل الحرس الخاص بالرئيس الفرنسي فورا وأسقط الرجل أرضا، وقام أفراد الحراسة بسحب ماكرون بعيدا عن الحشود. وقال قصر الإليزي في بيان للسي ان ان: لقد حاول رجل بالفعل ضرب رئيس الجمهورية. وأضاف القصر: ليس لدينا معلومات إضافية حتى هذه اللحظة. وصل الرئيس مصافحة الحشود واستكملت الزيارة وفقا للإليزي. وقبل دقائق من صفع ماكرون صرخ المهاجم صرخة حرب كانت تستخدم في العصور الوسطى من جانب العائلة المالكة في ذلك الوقت، وهي العائلة التي حكمت فرنسا بين القرنين العاشر والثامن عشر. ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجلين يبلغان من العمر 28 عاما، أحدهما الرجل الذي ضرب ماكرون بتهمة العنف ضد شخص يشغل منصبا عاما في السلطة الفرنسية حسب ما قال مكتب المدعي العام في مدينة فالنس للسي ان ان. Monsieur Macron, une photo, on veut pas du mal.